عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله تشوفوا هذا الفيديو وانتم بصحه جيده يا ربي. ان شاء الله اليوم غادي ندير معكم رز بالكروفيت، ان صوص بلانش. ان شاء الله غادي تعجبكم، تابعوني حتى لنهايه الفيديو وغادي تعجبكم باذن الله تعالى. دابا غندوزو لطريقه التحضير. ان شاء الله هنا عندي الرز غسلته، غسلو مزيان البنات، حيدوا له داك النشا ديالو. ابخي كيبقى لكم على حساب شنو زعما غادي طيبوا، شحال الاشخاص اللي عندكم في الدار. هنا عندي الثوم، جوج رويوز ديال الثوم، جوج حبات البصل. غادي ناخذ ان شاء الله العصير ديال الحامض ولا السيترون. هنا عندي كروفيت، ابخي تاخذوا داكشي اللي على مكديتو. وعندي معلقه ديال الزبده. ان شاء الله هذا الرز غادي نديرو يسلق مع الماء والملح. غندوزو ان شاء الله للطريقة ديال الكروفيت. فوالا ان شاء الله غادي ندوزو نقيو الكروفيت ديالنا. لي كروفيت نحيدو لها راسها، كاين اللي كيخليها كيما هكا، وانا ما نقدرش نحيد هذا الوجر، هذا اللي هاد الليكيد اللي فيها الداخل صار نهار ولا ما عرفتش داكشي، المهم هرج ليها ولا مشطاشها. هنا كنحيد لها كومسا، فوالا كاين اللي كيعرفين كي الكروفيت، كاينين البنات عاد اللي باديين تبارك الله عاد كيدخلوا للكوزين يتعلموا، نوريوهم كيفاش نقيو الكروفيت. فوالا كيما هكا، ملي كتشوفوا ما عندهاش واحد العرق، نورمالمون كيكون عندها واحد العرق هنا، هنا كندير لها ها كنشوف هاد العرق، كنخرج عند هاد العرق اللي عندها هنا. هاد العرق ماشي مزيان تاكلو فيه، كيكون حار. هانتوما كاين اللي ما كيحيدوش، ما ننصحكمش بيه تخليوه. هانتوما كيفاش كيولي طلق داك الزروق هي في الكروفيت، خصنا نغسلو مزيان العرق. ها هو ان شاء الله كنتمنى تحيدو هاد العرق هذا، ورا كنبقاو كيما قلت لكم حيدو له هذا. فوالا نبقى هكا مستمرة ان شاء الله حتى نكمل كيما قلت لكم، بحثوا دائما على عرق كروفيت. هانتو هادي عندها غوز، العرق ديالها غوز، ها شفتوا البنات؟ هاديك ما لقيناهش غوز، واحد سبحان الله العظيم الكولور ديالو. حنا كنتبعوه كيما هكا ظهرها، تنشوفوش مازال العرق، هادي ما بقاش فيها العرق. هانتوما نظيفه ونقيه، واللي بغى يحيد هادي حيدها، انا كنخليها كتعطي واحد المنظر زوين. ان شاء الله نبقى كيما هكا تنكمل ان شاء الله ونرجع معكم باش ما نطولش عليكم لا فيديو. فوالا من بعد ما غسلت لي كروفيت هما غنخليهم ان شاء الله يستقطروا، وغندوز دابا ان شاء الله نشحر البصله والزبده. فوالا غنديرو الزبده ان شاء الله، معلقه الزبده تشحر. حيت كانت عندي في الثلاجه يمكن لكم تخرجوها قبل، شتاش انا قبل. ولا غنخلي ان شاء الله تذوب، تذوب ان شاء الله من النار. الزبده كتجي بنينه، تقدروا ديروها حتى بالزيت، الزبده كتجي رائعه. الزبده كتذوب، كتذوب لينا الزبده. نديو نجيب التومه ديالنا باش غتلقى واحد الذوق، واحد النسمه في
في الزبدة كتشوفوا الثومة، يمكن لكم تحنوها ولا تحطوها كيما كتحطوها. انا كتعجبني الذوق ديال الثومة اللي كناكلو كنحطو فيها واحد الذوق زوين. انا نخليوها تشحر مزيان، هي قد ما كتشحر هي كتلقى الذوق ديالها الثومة. دابا غادي نلف ان شاء الله البصل، انا عندي جوج حبات البصل، نتوما تقدروا ديروا اللي يعجبكم، وحده ولا جوج على حساب لاصوص شحال بغيتوا ديال الصوص. ان شاء الله غادي ندير الصوص تكون كثيره. خلي التوابل هلا، غادي نديرو فلفل اسود شويه راس المعيقه ولا الاكزار، وغندير البنات كوري، واخا كوري ما زعما ماشي ديال الكروبيت ولكن كتعطي واحد الذوق واعر طوب. جربوها وردوا عليا الخبر، عطي واحد الدوبو زوين بزاف. والملح طبيعة الحال كتبقى على حسب الذوق، حيت الروز راني دايره فيه الملح في الماء، كتسلق في الماء، ما تنساوش الفوت كيكونوا ديما مالحين، الله يخليك خبيط راهم فيهم الملحة من بعد نذوقو ان شاء الله. وبصلة واخا دير جوج بصلات غادي تنزل، تعرفو البصلة كينزل دغيا، بصلة راح لنا واحد الصوص زوينة، غادي نخليه ان شاء الله هكا حتى يطيب ونرجع معاكم. فوالا من بعد ما تشحرت لينا البصلة وطابت كما كتشوفوا بثلاث الكولور، دابا ان شاء الله غادي نديرو الخبيط ديالنا. بسم الله، هاد لاصوص البنات كتجي رائعة. فوالا شدو ما تحركوش البنات بالزربة، لي كروبيت باش ميتهرسوش باش يبقاو لينا واقفين وباينين، حيت العين كتاكل كيما كيقولو في الملفوم. فوالا من بعد ما درت الكروبيت غادي ندير العسل ديال الحامض ولا ديال السيترون، معلقة وحدة حيت السيترون ولا الحامض كيمشي بزاف مع الحوت. الوغ خليوها تشرب لي كروبيت ديالنا، نشربوا المذاق ديال الحامض وديال البصله الثوم غير واحد شويه. ودابا غادي ندير لا كريم فريش، من بعد غندير لا كريم ليكيد، تبقاو على التحريك. سي صوص بلونش ليكيد، كريم ليكيد كما كتشوفوا. وكما قلت لكم بقا تحركوا غير بشويه باش ما تهلسوش لي كروفيت. وغنبقاو عليها ان شاء الله هكا حتى تفطر مزيان، ان شاء الله نتلاقى معكم. فوالا من بعد ما كيطيب وكيختار كيما هكا، دابا ان شاء الله غادي نحطوها الرز، الرؤوس ديالنا طاب ان شاء الله، غادي نسقيوه بهاد لاصوص. فوالا
كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. كيجي كيما هكا كيشهي، يحقكم في الجنه ان شاء الله. فوالا البنات، الطبق النهائي هو هذا. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. الى عجبكم بحال ديما ما تنساوناش ملي لايك والبارطاج مع العائله والاحباب. وكنشكركم على الكومونتير ديالكم الزوينين، كيزيد يشجعوني باش ان شاء الله نزيد نعطي. الى الفيديو المقبل ان شاء الله.